بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو خالد يقول: حفظكم الله الشيخ صالح الفوزان، بماذا توصون طالب العلم من جهة تحصيل وطلب العلم الشرعي، وما التوجيه لهم في ذلك مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن طلب العلم من أعظم العبادات، لأن العبادات لابد أن تبنى على العلم، على الدليل الوارد في كتاب الله وسنة رسوله. عبادات لها شروط ولها أحكام ولها واجبات ولها سنن، فلا بد أن يتعلم الإنسان من ذلك على قدر ما يستقيم به دينه. من أركان الإسلام الخمسة، يعرف ما يستقيم به دينه، هذا فرض عين على كل مسلم. وما زاد عن ذلك من أحكام المعاملات وأحكام الوصايا والمواريث إلى آخره، فهذا من فروض الكفايات، قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وجاء في فضل طلب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعلماء ورثة الأنبياء. وكذلك أن ورد أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وأن كل شيء يستغفر لطالب العلم، حتى الحيتان في البحر لفضل طلب العلم. ولكن العلم يؤخذ عن العلماء الموثوقين في عقيدتهم في علمهم جيلا بعد جيل، لأن العلم بالتلقي وليس العلم بالقراءة، كثرة قراءة الكتب هذا ليس هو التعلم، بل هذا ربما يضلل الإنسان أكثر. إنما العلم بالتلقي عن العلماء الأصيلين الموثوقين جيلا بعد جيل. العلم إنما هو علم عظيم يؤخذ عن أهله، لا يؤخذ عن المتعالمين ولا يؤخذ عن الكتب، لا بد أن يؤخذ عن العلماء الربانيين جيلا بعد جيل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة، يقول هذا السائل: إذا كان الإمام بعد الفاتحة لا يعطينا فرصة لقراءتها، فهل نستمر على ذلك بدون قراءتها أم نقرأها في السر؟ اقرأوها في سكتات الإمام مهما أمكنكم ذلك، هذا إذا جهر الإمام، ولا تقرأ والإمام يقرأ جهرا. أما في صلاة السر اقرأوها، لا مانع من ذلك، يجب عليه قراءته في صلاة السر. أما صلاة الجهر إذا جهر الإمام، الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزلت هذه الآية في الصلاة. فإذا لم تتمكن من قراءتها بسبب جهر الإمام ولا يترك لك فرصة، أو جئت متأخرا عند الركوع، فإنها تسقط عنك قراءة الفاتحة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أقرأ في أحد كتب السيرة شيخ، وطلعت على قضية أو قصة العنكبوت والحمامة التي باضت عند غار الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ورد ذلك؟ يذكر هذا بعضهم، والله أعلم، لا أدري. ولا تقرأ كل ما كتب في السيرة، لا تقرأ إلا في الكتب الموثوقة، مثل سيرة ابن هشام، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرح الروض الأنف، وكذلك زاد المعاد لابن القيم في هدي خير العباد. أقرأ في الكتب الموثوقة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول شيخ: الأحكام المتعلقة في أيام الشتاء البارد من جهة المسح على الجوارب وكذلك الشراب، فضيلة الشيخ، فنحن نخرج إلى البر كثيرا، ونريد أن تحدثنا عن أبرز الأحكام في ذلك. لا بد أن تكون الجوارب ساترة وضافية على الرجل، تغطي الكعبين فما أسفل، ولا بد أن تكون سميكة لا يرى الجلد من ورائها، لا من صفائها ولا من خروق واسعة يتبين شيء من الرجل. ومدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نشعل النار فضيلة الشيخ، وعند وقت صلاة المغرب أو العشاء نصلي أمام هذا النار والحطب الذي قمنا بشبه. لا، هذا مكروه، يكره استقبال النار في الصلاة، لأن يعني
هذا يشبه عبادة المجوس الذين يعبدون النار، ولا تجعلوا النار أمامكم. نعم. وبالنسبة للدفايات في المساجد الشيخ، هذه أمرها أخف، عند الحاجة لا بأس، لأنها ليست نارا ثم تتوقد بالحطب. نعم. هذا السائل يقول: ما الأصل في الطهارة من الحدث؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة للنجاسة، هل تطهر بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الثياب والأكواد مطهرة لها؟ لا يكفي هذا، لا بد أن تطهر النجاسة بالماء. قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، أنزلنا من السماء ماء طهورا، لا بد من إزالة النجاسة بغسلها في الماء حتى يزول أثرها، يزول لونها، رائحتها، تزول عينها أولا. وأما البخار وهذه مجرد منظفات للثياب، وأما أنها تطهير فلا تكفي، ما دام الماء يوجد فإنها تغسل النجاسة بالماء قبل أن تقدم للبخار. نعم. يقول هذا السائل: أرجو أن تشرحوا لي الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه في الصيام، الله رخص الصيام في الإفطار للمريض، ورخص للمسافر أن يفطر بشرط أن يقضي ما أفطره من أيام أخر. وأما قوله ولتكبروا الله على ما هداكم، فهذا يؤخذ منه التكبير ليلة العيدين، يكبر إذا رؤية الهلال، هلال عيد الفطر أو هلال عيد الأضحى، يكبر عند رؤية الهلال وإعلان الهلال. نعم. يقول أيضا لي أسئلة تتعلق بزكاة الفطر يا شيخ صالح، وهو الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، إذا لم توجد هذه الأصناف هل تخرج نقودا؟ لا، النقود لا تجزي، لكن تخرج من القوت الذي يؤكل في البلد، القوت الذي يؤكل في البلد من الذرة والدخن والشعير ونحو ذلك، يخرج منه صاع من الطعام، لأن جاء في بعض الروايات صاع من طعام، يعني الطعام الذي يؤكل في البلد. نعم. هذه أم سالم تقول: ولله الحمد، من الله علي وبناتي بتلاوة القرآن وحفظه من بعضهن، فنختم القرآن بعد 15 يوما وندعو ونأتي بالطعام كالكيك وبعض الحلويات في منتصف الشهر ترغيبا لهن وفرحة بختمهن للقرآن. شيء طيب، يعني الدعاء عند ختم القرآن والاجتماع لذلك والتأمين على الدعاء، كان السلف يعملون هذا، يحضرون عند من يريد ختم القرآن ويستمعون لدعائه ويؤمنون عليه. وأما بذل شيء من الطعام عند ختم القرآن من باب التشجيع للطلاب والطالبات على حفظ القرآن، هذا من المباحات. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: كلمة التوحيد لا إله إلا الله كيف كانت مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟ نعم، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله هذا ترك لعبادة ما سوى الله، إلا الله هذا إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فهي اشتملت على نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد لله عز وجل. ولذلك تسمى كلمة الإخلاص، تسمى العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى. هذا معنى لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، قد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى، كانوا أحق بها وأهلها، فهي كلمة عظيمة، هي كلمة عظيمة لما تشتمل عليه من توحيد الله وعبادته ونفي عبادة ما سواه وإبطال عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. وبذلك تجتمع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم التعلق بالأسباب، وإذا ترك الإنسان هذه الأسباب هل يأثم؟ لا يتركها ولا يتعلق بها، وإنما يأتي بالأسباب ويستعين بالله عز وجل، فلا بد من الأمرين: التوكل على الله واتخاذ الأسباب النافعة. فلا يقتصر على التوكل ويترك الأسباب، ولا يعتمد
يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله سبحانه، بل يجمع بينهما. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين القضاء والقدر، وما حكم هذا الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ لا فرق بين القضاء والقدر، كلاهما بمعنى واحد. وأما هذا الدعاء فلم أقف له على أصل، هو على ألسنة الناس لكن يحتاج إلى مراجعة هل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يا شيخ هذا السائل: قرأت عن الشفاعة، لمن تكون وما هي أقسامها ومن الذين يشفعون؟ هل للوالدين شفاعة يوم القيامة؟ الشفاعة حق بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والشفعاء عند الله كثيرون، الأنبياء الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والصالحون يشفعون، والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون لوالديهم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا السائل أبو إبراهيم يقول: هل ورد أن العلامة التي تحدث في جبهة الإنسان تدل على أنه من الأتقياء والصالحين؟ لا، هذا ما هو دليل على كم من صالح عابد وليس في جبهته أثر، إنما هذا الأثر إما من أثر يعني من أثر ضربه أو من أثر شيء أصابه، لا يدل على أن هذا من كثرة السجود. نعم. هذه السائلة لها مجموعة من الأسئلة، تقول: أولا يا شيخ، بالنسبة للمرأة التي لم تعرف مدة حيضها فعادة تكون أسبوع ثم تزيد ثم تنقص، ما الضابط في هذا بالنسبة للمرأة؟ الضابط في هذا أنها تعمل بالموجود، قلت أو كثرت، تعمل بمدة الحيض سواء قلت أو كثرت، إلا إذا زادت على 15 يوما فإنها تقف عند حد 15، فالحيض أكثره 15 يوما وأقله يوما يوم وليلة، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. نعم. تقول: بالنسبة للمرأة في عند إصابتها بالحيض، هل تقرأ شيء من الأوراد في المساء والصباح؟ نعم، تدعو الله، تسبح الله، تستغفر، إلا قراءة القرآن فإنها تؤجلها إلى أن تطهر، إلا أن تخاف أن تنسى ما حفظته من القرآن، أو يكون أيام اختبار وإذا لم تقرأ فإنها يتأخر نجاحها، إنها تقرأ القرآن بقدر الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة أم عادل تذكر بأنها لازمت والدتها في رمضان في العام الماضي، وكانت هذه الوالدة تصوم يوم وتفطر يوم نظرا لمرضها، مع أنها كانت تقول صالحة، ثم توفيت في 25 من رمضان. تقول: أريد أن أبري أمي وأصوم الأيام التي أفطرتها في المستشفى. نعم، إذا كانت تركت الصيام من أجل المرض إنها يلزمها القضاء، وإذا ماتت قبل أن تقضي إذا أردت إبراءها من باب البر بها فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لي الألماس فضيلة الشيخ، هل عليه زكاة؟ وكذلك الذهب والفضة، فوالدتي لديها منذ سنوات عدة هذه الأصناف من الألماس. الذي يتخذ للزينة تجمل المرأة الحلي لا زكاة فيه على الصحيح من قولي العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم. أما ما يتخذ للقنية أو للتجارة فهذا فيه الزكاة إن كان ذهبا أو فضة، وإن كان من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه حتى تنوي بيعه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخ، بالنسبة لقضاء الحاجة عزكم الله البول في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف العورة. لا يكشف عورته عند الناس، يتوارى عن الناس في شجرة، في جدار، في أي مكان، ويقضي حاجته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يذهب حتى يتوارى عن الناس عليه الصلاة والسلام. الحمد لله اليوم وجدت محلات لقضاء الحاجة مستورة وهي كثيرة، فيستعملها وينستر فيها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: متى يتأكد استعمال السواك، وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟ نعم، السواك سنة مؤكدة، فيه فضل عظيم، يستاك عند القيام من النوم نوم الليل، يستاك عند إرادة الوضوء، يستاك عند الصلاة عندما يريد الصلاة
الصلاة لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، كما في الحديث يستاك إذا تغيرت رائحة فمه من طول السكوت أو ما أشبه ذلك. نعم. تقول فضيلة الشيخ: عندي ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعطي من أقربائه وإخوانه بعض النقود فأصرفها يا فضيلة الشيخ على بقية إخوانه، هل في علي حرج؟ نعم، هذا يخفض للقاصر من ذوي الحاجات الخاصة، إذا أعطي شيئا يصرف له منه، فإذا بقي شيء فإنه يخفض لمصالحه ولا يعطى للآخرين. نعم. هذه السائلة هدى تقول بأن زوجها مريض بالسكر ولا يتمكن من مسك نفسه، ويخرج منه بعض قطرات البول إذا أراد الصلاة، بعض المرات يصلي بالبيت نظرا لتنجس ملابسه. إذا بلغ به ذلك إلى أن يكون الحدث دائما ينزل دائم، هذا سلس البول، عليه أن يستنجي عند الوضوء، يستنجي أولا ثم يضع على ذكره حافظا يحفظ تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه البول، لأن هذا منتهى قدرته، قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان تقاطر البول غير دائم وإنما في بعض الأحيان، هذا لا بد من الطهارة، وإذا نزل عليه الصلاة فإنها تبطل صلاته. نعم. الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يقول السائل فضيلة الشيخ: بعض خطباء المساجد يقرأها في آخر الخطبة، هل ورد ذلك؟ نعم، ورد هذا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، والآية آية عظيمة وجامعة، وإذا قرأها في آخر الخطبة فإن هذا لا بأس به، تذكير الناس، الخطبة كلها تذكير، كلها تلاوة قرآن. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، وهذه تحية من زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.